الاصفر مع الخضر وفرت كل حنه والتمر على زياره المولى عمر ولا طريقه قدير وكامل الحس ومعذب راس فلسس وبسطه بلادي وبسطه بلادي لما بين الجمعه وما بين الثلاث وتم حفزات وريدات وسطات بلادي وسطات بلادي سطات بلادي سطات بلادي الأفريقة قدير يا كامل نحس. سيدي وسادتي يا حد السلام عليكم خوتي المغاربة، تحية لكم وتحية خاصة من عند خوكم معلق حسان ولد إقليم سطات سيدي حجاج بن حمد، شاب موهوب بالكمانجة والعايطة والعزف والآلة التقليدية وتيصاب الآلة التقليدية تيوري الجمهور المغربي دابا، ورا شارك في استوديو دوزام سنة 2009 بمسرح الملكي مدينة مراكش أمام لجنة التحكيم، قاموا بتصوير من جميع الاتجاهات داخل المكاتب وما الأسف ما عزلونيش. وعاود سنة 2010 شاركت في عين السبع تاني ما عزلونيش، ولكن المهم ديال المشاركة أنا ما باغي لا الدنيا لا تا حاجة، باغي غير نغني ونضحك الجمهور يسقط عليا وكون قاعد نصور معاه وجمهور كامل حبيبي والفن حبيبي. الكمانجة صايبت سبعة الكمانجات مني كنت صغير، كانت طفل خرج من المدرسة عادي سبعة سنين ما بغاش يقرا في المدرسة ديال العروبية، وعمي كان قبيح في العروبية تيهرس لي الكمانجات تيهرسهم لي ديما، وبقى وانا المرض بحال نفساني ما ديال العزيز عيط نضحك بها. وخلال الوقت اللي جيت للدار بيد 96 صافي وليت نعمر مع الفنانين الشعبيين كاملين اللي هما مشهورين في المغرب في خريبقاق في الدار بيضاء في الرباط، وكلش الفنانين خاضوا لي الديسك ديالي والكلمات ديالي، وانا كنت نبيع ونشري في الديسير وتنخسر عليهم فلوس. معنا المهنه عندي من 96 هنا في كازابلانكا تنبيع ونشري في البصله العام كامل، وقت رمضان سيدنا رمضان كان المبارك كنت ندير الطونوبيل نكريها ونخدم في تاد دارت شارع تاد دارت كاليفورنيا، نخدم في صدر حالو حدا حانوت رحالي في عين الدياب. ايوا ومنهم الفنانين كلشي خدوا الكلام ديالي ووصلوا، ولكن دابا انا اش غادي نعاود غادي ندير الماتش ان شاء الله بالبركه. الحلم ديالي انا هي تكون عندي هي عقلية تكون ماشي انا باغي الدنيا ولا شي حاجة. راه الفيديو اللي قول لي جيت في 2019 لشوف تي في قلت لهم باغي فيلا وباغي كات كات وباغي 2 مليون في الشهر، يعني انا راه باغي مستقبل ديال الزواج، والناس ضحكوا عليا تيقولوا باغي الفلوس بزاف وباغي وباغي. انا راه من جيت للدار البيضاء تندخل الوازيز نبيع شي فيلا تعجبني الفيلا ديال الوازيز، هما تنبغي نكون عندي فيلا ديالي غير تقدم من ماكرو من مرجان تقدم شي نتزوج شي مرا زوينه فنانه مغنيه تسوق بيا الكات كات، انا ناكل ونشرب ونغني ونشري كمانجه جديده من باب مراكش، ونجيب لطيفه السطات هي والباطور عادي الخليفي اللي مع الداودي والداوديه وزكريا مول الدربوكه والحسين وفتاح احمد ولد الشتيوي اللي هما بنادريه معروفين مع الساتي صحابي، ونقرب ونخرج السيديات ونبقى نضحك الجمهور فابور. ولكن الجمهور قال يبغى يتصل بيا يتصل بشوف تيفي وغادي انا نعيط شوف تيفي وغادي نجي عندهم ويشوفني.